مساء الورد، مساء الفل، مساء الصحة والجمال. أهلا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أحلى الناس. أحلى الناس لكل الناس، كل واحد فينا عنده حلم وعنده هدف بيسعى إن هو يحققه. حقق حلمك وهدفك بوجودك معانا هنا في برنامج أحلى الناس. حلقتنا اليوم متميزة، حلقتنا النهاردة من داخل محافظة الشرقية، بالأخص مدينة بتبيس. هنشوف أكبر افتتاح وأكبر افتتاح مول أسعار زمان. هنروح نشوف التقرير ده ونرجع نستقبل ضيوفنا. لكل عروسة أو ست بيت، مول أسعار زمان فيه أقوى العروض والتخفيضات. مول أسعار زمان أكبر مول شامل لتجهيز العرائس في بلبيس. أكبر مول بيقدم تشكيلة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وكمان مش كده وبس، المفارش والسجاد والمراتب والتحف والملابس. مكان واحد لفرش وتجهيز البيت بشكل عصري وأرخص سعر في مصر. العنوان: الشرقية بلبيس، شارع المتاجر، أمام السنترال، مبنى النساجون الشرقيون القديم. للتواصل الاتصال على الأرقام التالية. انتظروا عروض حفل توزيع جوائز الافتتاح 24 ديسمبر 2020. شويش، اهلا بيك معانا. اهلا بيك، ازيك؟ ايه رايك النهارده بقى في المول واسعاره وخصوماته؟ والله هو حدث اول مره يحصل في مدينه بلبيس، بل في الشرقيه كلها، ان يكون في صرح بهذا الشكل، او يعني حاجه بتخدم العرايس اللي مقبله على الزواج بالشكل الحلو قوي ده، والاسعار الغير عاديه دي، واللي فعلا مول أسعار زمان اسم على مسمى. وبعدين حاجة جامدة جدا إن موجود هنا من الإبرة للصاروخ فعلا للعروسة. لا بجد حاجة حلوة جدا، وبدعو كل أهل الشرقية إنهم لازم يجوا يشوفوا المكان ده. يعني النهاردة الخصومات والعروض أقل من برة ولا؟ بنسب كبيرة جدا، يعني أنت هتيجي هنا بجد مش هتحتاج إن أنت تطلع برة. المكان هنا يا جماعة على مسؤوليتي انا الشخصيه، انتوا عارفيني كويس، وبقول لكم على مسؤوليتي انا الشخصيه، لكل اهل بلبيس واجوار بلبيس والشرقيه كلها والعاشر من رمضان والعبور والمناطق القريبه مننا دي كلها. المول ده لتجهيز العرايس من الابره للصاروخ حدث اول مره يحصل في محافظه الشرقيه، وما اعتقدش انه ممكن يتكرر تاني، والمكان ده ان شاء الله ناجح جدا بامر الله. يعني في مكان تاني غير بلبيس، او في بلبيس بس في مكان تاني برضو داخل المدينة؟ والله انا اتمنى انه يفتح في الجمهورية كلها، طالما هيخدم الناس وحاجة هتبقى بالكفاءة بالجودة دي والاسعار دي، اتمنى انه يبقى ليه فروع في كل الجمهورية ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا، مساء الخير يا فندم. مساء النور الحمد. ايه رايك النهارده في مول اسعار زمان وخصومات فيه والعروض حلوه كويسه عن بره ولا اغلى؟ لا حاجه جميله والله، وسعرها حلو قوي. اشتريتي حاجه النهارده من المول؟ لا لسه جايه بتفرج وهشتري ان شاء الله. يعني هو فعلا اسم على مسمى مول اسعار زمان؟ لا حاجه جميله بصراحه، وحاجه جميله قوي وحلوه،
وبدي بتفرج عشان ناخد. تحبي تنصحي الناس انها تيجي تشتري من هنا؟ اه طبعا احسن من المحلات، بدل ما تروحي المحل وتقعدي تدوري من هنا لهنا لهنا، هنا كل حاجه موجوده كل يعني حاجة موجودة. اه كل حاجه اللي انت عايزاها تدوري يعني عليها وتجيبيها هنا، تجيب كل حاجه من الاير بسروزه. اه تخشي تجيبي كل حاجه موجوده، بدل ما تروحي بقى محل وتدنك تطلعي من هنا لهنا، لا كل حاجه موجوده وحاجات جميله قوي. انا بشكر حضرتك جدا، شكرا. مول اسعار زمان بيقول لكل المصريين كل سنه وانتم طيبين. اسعار زمان النهارده وعروضه وخصوماته؟ لا حلو ما شاء الله جميل. ايه راي حضرتك يا فندم النهارده في المول؟ بامانه بالنسبه لاسعار الاجهزه خاصه يعني وانا لعبت الاجهزه في الالكترونيات اسعار وهم حقيقي. يعني انا جيت عمت مخصوص عشان اشوف السعر، لقيته ولا الجمله. يعني انا عندي محلات مثلا اجهزه لا جمله جمله جمله، وكاد يكون اقل من الجمله كمان بجد. كانت بلبس محتاجه مول او مجمع حاجه زي كده، محتاجين حاجه اقل من بره. والله اقل من، مش هقول لك من المكان اللي احنا بنجيب منه شغل يعني، ولا مول بقى سنتر الفلك ولا اي حته في التحرير ولا اي حاجه. لا بجد جميل جميل جميل. يعني تنصح الناس انها تيجي تشتري من هنا؟ اكيد طبعا، احنا كنا محتاجين حاجه زي كده بدل ما ننزل مثلا الزقازيق او القاهره. لا احنا عندنا في بلدنا وعندنا سعر وهم ولا في الخيال. مكان تاني غير البيس؟ والله احنا عشان خاطر في البيس فاحنا حابين ان احنا ما نروحش. ممكن مثلا في العاشر، في العبور، في الاماكن دي هكون محتاجه سعر زي ده. هو الميزه هنا في السعر، اسعار رهيبه رهيبه رهيبه. صح الناس هنا تيجي تشتري من هنا يا فندم؟ اه طبعا الاسعار هنا كويسه جدا والمكان ما شاء الله جميل وحاجته كويسه جدا. اسعاره اقل من بره بكتير؟ اه اسعاره جميله. توجه كلمه لصاحب المكان. والله ربنا يجعل وش السعاده عليه. مساء الخير. سامي ايه رايك النهارده في مول اسعار زمان والخصومات اللي بيقدمها؟ جميله جدا والله، تحفه 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 بجد. يعني ايه رايك يا حاجه في مول اسعار زمان النهارده؟ جميله والله. طب اشتريتي حاجه النهارده من المول؟ اه اشترينا كل الاجهزه. اشتريتي ايه بقى عرفينا كده؟ الغساله والبوتاجاز والثلاجه والمكنسه والفريزه. انت بتجهزي عروسه؟ اه قدامها 10 ايام كده بتخش. طب انت جبتي الاجهزه، ايه رايك في المفروشات؟ ما جبتيش منها حاجه؟ احنا جهزنا المفروشات بس احنا اتفرجنا عليها جميله. ايه رايك في المول واسعاره؟ طيب جميله والله اسعاره جميله. تحبي تنصحي الناس انها تيجي هنا تشتري منه؟ اه اسعاره اقل من بره كتير والله. تحبي تنصحي الناس انها تيجي تشتري من المول هنا؟ اه اسعاره جميله والله، اسعاره جميله جدا جدا جدا. ايه رايك يا عروسه في الاسعار بتاعه المول؟ كويسه حلوه. حاجات حلوه يعني عجبتك؟ ايوه. بتشتريتي حاجه النهارده؟ اسمك ايه؟ لودعي. لودعي مشكورك جدا يا حاجه، شكرا. لكل عروسه او ست بيت، مول أسعار زمان في أقوى العروض والتخفيضات. مول أسعار زمان أكبر مول شامل لتجهيز العرائس في بلبيس، أكبر مول بيقدم تشكيلة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وكمان مش كده وبس، المفارش والسجاد والمراتب والتحف والملابس، مكان واحد لفرش وتجهيز البيت بشكل عصري وأرخص سعر في مصر. العنوان: الشرقية بلبيس، شارع المتاجر، أمام السنترال، مبنى النساجون الشرقيون القديم. للتواصل الاتصال على الأرقام التالية. انتظروا عروض حفل توزيع جوائز الافتتاح 24 ديسمبر 2020. ودلوقتي معانا من داخل مول اسعار زمان الاستاذ محمد موسى مدير التشغيل. اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا بيك يا فندم، مع حضرتك محمد، هو محمد موسى بس هو اسمه محمد الخشن، مدير التشغيل للمول ومسؤول عن إدارة المول، إدارة كاملة من A to Z، من تشغيل وستاف ولا آخره، وتسويق لبعض الحاجات اللي بتبقى موجودة. والحاجة اللي احنا طبعا احنا بنرحب بيكم الأول، ومرسي جدا للزيارة الجميلة ديت، وشرف الكبير لنا ان احنا بنكون موجودين معكم في القناة، وان انتوا تعملوا تغطية شاملة للحدث اللي احنا موجودين فيه حاليا. هو الحدث هو الأول من نوعه في بلبيس، والاسم بتاعه يمكن كانت الناس كانت عماله بتقول ايه الاسم الغريب دوت اللي هو كلمه اسعار زمان. لا احنا بنقول هو فعلا اسعار زمان، هو العوده للزمن الجميل، جوده وذوق عالي وذوق راقي وسعر في
في متناول الايد، هو سعر تنافسي مش ممكن هتلاقيه في السوق في اي مكان في مصر، لا يمكن. قطعه مستورده، احنا بنبيع تحف فنيه، احنا ما بنبيعش ادوات منزليه، ما بنبيعش ادوات كهربائيه، ما بنبيعش مفروشات، احنا بنبيع تحف فنيه بسعر هنخلي الحكم ليكم انتم. وزي ما احنا شايفين حوالينا في حاجات تشكيل كبير وبنعمل لها تغطيه، وده اول حاجه ليه موجوده. ثلاث ادوار موجودين عندنا، اول دور اللي هو الاجهزه الثقيله، الاجهزه الكهربائيه الثقيله والخفيفه، طبعا شامل كل حاجه، ثلاجات، غسالات، مكرايف، كل الحاجات اللي موجوده. الدور الثاني هو ادوات منزليه، تجهيز عرايس شامل كل حاجه من ادوات منزليه، سواء بورسلين، سواء صيني، اطعم عشا، جاتو، كل حاجه موجوده زي ما بيقول من ابره للصاروخ. بنسبه حوالي 90% هو شغله كله مستورد بسعر ارخص من السعر المحلي، جوده عاليه بضمان كمان. وفي عندنا برضو ميزه ان احنا عاملين عليها سعر خصم، زائد ان هي سعرها الاساسي هو ارخص من اي حد موجود في مصر، وهو اصلا ما فيش حد عنده التشكيل اللي موجود عندنا. احنا بنمتاز حصري المنتجات اللي موجوده عندنا، هي مش موجوده عند اي حد بيشتغل في نفس المجال او في مصر عموما. احنا النهارده بقى لنا 6 شهور بنختار وبننتقي الشغل اللي احنا بنعرضه دوت، مش عشان بنجهز، احنا ممكن نقعد يوم 2 3 اسبوع نلف ونسافر ونروح ونيجي عشان نجيب تحفه فنيه بسعر كويس. الدور الثالث في عندنا قسم المفروشات، هو شامل فوطه. هو رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. اهلا مشاهدينا، دلوقتي معانا مديرين التنفيذ، مدير التنفيذي للمول ومدير التسويق ومدير التشغيل، مديرين الفرع بمعنى اصح. برحب معايا بالاستاذ محمد عريان مدير التنفيذي، اهلا بك معانا. اهلا وسهلا. استاذ محمد الخشن، اهلا بك معانا. يا مساء. استاذ معتز، اهلا بك معانا. اهلا بك. طبعا قبل ما ابدا النهارده حلقتي، انا عايزه بس اسال سؤال، ازاي فكره مول جت في بلبيس، وازاي الفكره بدات، وبدات من امتى انه يكون مول مجهز من 3 طوابق يجهز عروسه من الالف للياء زي ما بيقولوا؟ جت الفكره امتى وازاي وبدات امتى؟ اتفضل. هي الفكره بنجهز لها بقى لنا فتره كبيره، يمكن الفكره مش جديده في حد ذاتها، ولكن هي جديده في المكان. احنا لاول مره يبقى في مكان متكامل بهذا الشكل، كل الاقسام، كل اللي ممكن تحتاجه العروسه او تفكر فيه موجود في مكان واحد، بنريح الناس. موجود في الشرقيه، كان الناس قبل كده بتنزل القاهره عشان تختار حاجتها وتنزل في اكتر من مكان، لا احنا بنجمع كل حاجه في مكان واحد. زي ما قال في التقرير، ذوق عالي، اسعار منافسه بشكل قوي جدا، بنحقق للناس كل ما تتخيله من ذوق، من تشكيل، من جوده، ومن سعر، وده اللي كان يهمنا يعني. وزي ما قلت لحضرتك، هي مجموعه اقسام متكامله عشان العروسه يبقى عندها كل اللي هي بتحلم بيه او بتفكر فيه موجود في مكان واحد، ما تروحش وتيجي اكتر من مره. استاذ محمد، انا عايز اعرف دلوقتي ايه هي مزايا عروض الافتتاح اللي كانت موجوده قبل كده، واللي ان شاء الله تبقى موجوده معانا بكره في الافتتاح الكبير؟ هو كان بتاريخ 15/12 عملنا سوفت اوبننج، وكنا بنقيس بيها نشوف نجاحنا هيبقى عامل ازاي، مدى الاقبال للناس، تقبلهم للفكره الجديده. وعملنا خصومات تقريبا وصلت لحوالي في بعض الايتمز حوالي 40%، وحاليا بنستعد بضجه حقيقيه بقد تصل ل 70% حقيقي، مش مجرد بس بروباجندا بنعملها ان احنا بنقول 70%، لكن هي ما تكونش كده، لا هي فعلا بتوصل ل 70%. واحنا وصلنا لسعر تنافسي ما اظنش ان في حد في السوق اللي سبقونا في نفس المجال، او اللي بيفكروا ان هم يفتحوا بعدينا، او اللي هم بيفكروا يفتحوا معانا، ما حدش هيقدر يوصل للاسعار اللي احنا وصلنا ليها للايتم اللي موجود وللتشكيل اللي موجود، اللي هو بنسبه كبيره جدا ما اظنش ان هو موجود عند حد هنا في السوق، لان احنا جبناه وخليناه هو حصري لمول اسعار زمان فقط لا غير. استاذ معتز، هل ممكن بما انك انت مدير التسويق طبعا، يعني هل ممكن يفتح مول اسعار زمان في مكان تاني داخل المدينه او خارجها؟ هو ده الفكره الاساسيه اللي احنا ابتدينا بيها فكره المول اصلا، ان هو ما يبقاش مكان واحد وموجود بس في بلبيس. فكره اصلا في التجهيز ليها، حتى اختيار الاسم، من اختيار اللوجو
اختيار الاصناف اللي احنا بنبيعها، ان ده يساعدنا على الانتشار في اسرع وقت. يعني احنا حاطين خطه ل 2021 نكون فتحنا على الاقل 3 فروع، يبقى بنتنقل من بلبيس، وبلبيس منطقه وسطيه في محافظه الشرقيه بتخدم اكتر من مركز سواء الزقازيق او اي منطقه ثانيه. وان شاء الله بنفكر نفتح بعد كده في العاشر من رمضان ونخش بعد كده في القاهره. طب ممكن تكلمنا عن الخصومات اللي هتبقى موجوده بكره ان شاء الله في الافتتاح؟ فكره الخصومات في المطلق عندنا، احنا بنحاول نوصل حاجه للعميل، مش بس مكانك ارخص حاجه، احنا بنديك ارخص حاجه فعلا، حاجات بتوصل ل 70-80%. في حاجات انا اوريدي ما بنكسبش منها تقريبا 0%، بجيبها بسعر التكلفه لمجرد بس ان انا اعرف العميل فكره ان انا عندي حاجه رخيصه والجوده بتاعتها غاليه. فالخصومات لو الناس كانت بتقول احنا عملنا خصومات يوم الثلاثاء اللي فات، فده كان حاجه تجريبي. الخصومات ان شاء الله اللي هتبقى موجوده بكره ومن بكره لاخر الشهر برضك، دي يعني احنا الخصومات بتاعتنا ما بتبقاش يوم واحد، الناس فاكره عندنا ان هو يوم واحد، لا احنا تقريبا العرض بتاعنا هيبقى من بكره ان شاء الله لحد اول السنه الجديده، حاجات توصل 70%، حاجات توصل 80%، غير الهدايا المجانيه اللي هتوزع بكره باذن الله. تمام، يعني العروض دي هتبقى موجوده مثلا من بكره لحد اخر السنه، ولا هتبقى موجوده طول السنه برضو بس عروض مختلفه؟ بص، فكره العروض اصلا عامله ازاي عندنا، احنا بنحاول نعملها كل 15 يوم بعرض شكل او تشكيل سلع مختلف. من بدايه من بكره لحد اخر السنه، العرض اللي هيشتغل من بكره لحد اخر السنه ده موجود وثابت كل يوم خميس جمعه سبت، واحنا شغالين كل الايام، بنشتغل من 10 ل 7 او من سوري من 10 ل 10 شغالين الاسبوع كله، ما عندناش يوم اجازه. العروض شغاله لحد اول السنه، في عروض جديده ان شاء الله هتبقى اول السنه بمناسبه يعني بالعام الجديد اللي هو 2021، هتلاقي كل حوالي من كل 15 يوم في تشغيل سلعي بخصومات مختلفه نازله كل 15 يوم. تمام، ممكن تكلمنا عن كل طابق مثلا بيتكلم عن ايه او ايه اللي موجود فيه مثلا، تدينا فكره افضل واكبر علشان نبقى العروسه داخله فاهمه او ست البيت فاهمه هي داخله تشتري ايه من كل طابق. هو الدور الارضي هو خاص بالاجهزه الكهربائيه، اللي هو الاجهزه الثقيله زي الثلاجات الديب فريزر وخلافه، والاجهزه الخفيفه اللي هي الميكرويف الخلاطات وخلافه، وكمان منزلين حاجه النهارده سيكشن لمنتجات براون اللي هو العنايه بالبشره، اللي بيخدم الرجال والسيدات الاثنين مع بعض. العنايه الشخصيه. ماركه براون الاوريجينال، مش التقليد اللي موجوده في اغلب الاماكن، لا هي الاوريجينال ميد ان جيرماني. الطبق الثاني اللي هو الادوات المنزليه، في كل ما هو موجود داخل الاستخدامات بتاعته اللي هي الادوات المنزليه، اللي هو البورسلين الصيني، الاواني وخلافه. الدور الثالث هو عباره عن مفروشات، كل ما يلزم البيت او العروسه كله موجود، سواء اذا كان للاطفال او للكبار. الى جانب ان هو في حاجه احنا بنتميز بيها، اللي هو القسم البيتي اللي بيخدم العروسه والسيدات عموما، هو حاليا دلوقتي موجود، هو كل ما يخص اللانجري اي تو زد. ومع بدايه الصيف ان شاء الله هيكون في التشكيل البيتي والعبايات، هيكون في مساحه لي اكبر من كده. فهو اللي احنا بنقول ان احنا النهارده عندنا كل ما يلزم البنت اللي بتجهز نفسها، السيده المتزوجه اي تو زد. اسعار مش محتاجه ان احنا نتكلم فيها، ما فيش حد هيعرف ينافسنا فيها، مش غرور لكن هي ثقه. بعد دراسه السوق والاسعار اللي موجوده، ما حدش هيعرف ينافسنا فيها، لا قديم ولا جديد. تمام، استاذ محمد انا بس عايز اسالك سؤال، اسم مول اسعار زمان، يعني الكلمه دي جت ازاي او المسمى جه ازاي؟ هي جايه اسم على مسمى زي ما بيقولوا، اسم جاي من نفس المعنى او من التارجت او الفيجن اللي احنا واخدينها، اللي هو اسعار زمان. نرجع بالناس للزمن الجميل، زمن السعر المنافس. الناس تقعد تفتكر انا كنت بجيب دي بكذا زمان، لا هتلاقيها النهارده بنفس السعر اللي انت كنت بتفكر فيه زمان. وفي بس نقطه استكمالا لكلام استاذ محمد حابب اكد عليها، احنا مش مول تجهيز عروسه بس، احنا اي ست عاوزه تجدد بيتها، عاوزه تجدد شقتها، هتيجي تلاقي حاجات كتير جميله قوي، هتلاقي اسعار ممتازه، تقدر تجددي شقتك. فرصه لكل ست بتفكر تجدد شقتها النهارده، تيجي وتخش المول هتلاقي حاجات كويسه قوي تخدم كل ست عاوزه تجدد وعاوزه تشوف حاجه جميله في بيتها. طيب انا بشكركم جدا وبشكر وجودكم معايا النهارده. يا اهل الشرقيه ما تفوتوش الافتتاح بكره، مول اسعار زمان باسعار زمان، مفاجات كبيره قوي، عشان في مفاجات كبيره جدا مستنيه اهل الشرقيه وضواحيها. وحتى لو كنتوا من سكان القاهره برضو الافتتاح معمول عشانكم مش عشان اهل الشرقيه بس. برنامج احلى الناس لكل الناس، دمتم في امان الله.